يستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد لقاءات مكثفة مع قادة ورؤساء ووفود الدول، يبدأها بلقاء مع أعضاء غرفة التجارة المركزية الأمريكية. وسيلقي الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة الثلاثاء المقبل، والذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وسيترأس السيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة 77. سيادة العميد، يعني كيف تقرؤون مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة في ظل الأزمات التي يصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ مشاركة سيادة الرئيس الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أصبحت من الأحداث اللي هي لها أجندة متعددة ومهمة، سواء لقاءات ثنائية مع أطراف دولية، أطراف عربية، المجموعة 77، وجزء منها ما يتعلق بلقاء الإدارة الأمريكية، سواء لقاء الرئيس ترامب أو المستشارين أو الوزراء أو رجال أعمال. ولكن ترامب لن يتوقف عن المشاكل، لن يتوقف، يعني هو بتكوينه شخصية مثيرة للجدل ومثيرة للمشاكل، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في التعامل مع ترامب من هو مرشح، من ترامب مرشح، ونجح الحقيقة أنه هو يحسن العلاقات المصرية الأمريكية، ويجعل هناك دائما همزة وصل في تقريب وجهات النظر حول القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لكن ما يقوم به ترامب لن يعطل برنامج الرئيس، بل ربما تكون فرصة في وجود الرئيس أن يعني يقرب بعض وجهات النظر في الملفات الأهم والمعطلة وعلى رأسها طبعا ملف القضية الفلسطينية.